بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خلقه بعد أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فجعلهم أصحابه ووزراءه وحملة الدين من بعده، فقال في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي ختاماً للأسبوع الثقافي الدعوي والذي أقيم بمسجد الإيمان بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، يحمل هذا اللقاء عنوان مكانة الصحابة رضوان الله عليهم. وتأتي هذه اللقاءات التثقيفية الدعوية التي تنتشر في جميع مساجد مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. معنا في هذا اللقاء من علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ الأدب والنقد وعضو اللجنة الدائمة بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. معنا في هذا اللقاء من علماء وأئمة وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله راشد مفتش إدارة شرق مدينة نصر، والشيخ فتح الجهري مفتش بإدارة شرق مدينة نصر. ونتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور تامر جمال إمام مسجد الإيمان. الحضور الكرام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحضور الكرام، والآن مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفرد بالحمد، الحمد لله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ علينا أفضالا ونعما أجلها وأعظمها في رأي المتواضع أن جعلنا من عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعيد في هذه الليلة بأن يتجلى علي ربي سبحانه وتعالى
أن أكون في هذه الرحاب الطاهرة في مسجد الإيمان للمرة الثانية، وتعلقت به كثيراً لهؤلاء الذين أرى في وجوههم الأنوار الربانية، لأنهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى حق إقباله. وتزداد سعادتي حينما أكون في صحبة مولانا فضيلة الشيخ يسري عزام، وهو من محبي ومن عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت سعيدا حينما طرح هذا الاسم، وسعدت بهذه الصحبة، وكنت على شوق حتى أستمع إليه وهو يتحدث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وأشكر لأخي الأستاذ الدكتور عبد الله راشد وفضيلة الشيخ فتحي الجوهري من أعلام الأوقاف هنا، وشكر الله لكم هذا السعي. وإلى أخي الحبيب الإعلامي الحبيب الأستاذ محمد جمعة، رب بارك الله فيه أستاذ محمد جمعة، وصوت ملائكي نستمع ونسعد به دائما على أثير موجة إذاعة القرآن الكريم، فبارك الله فيه وبارك فيكم. ونحن نتكلم كلمات بسيطة حتى لا نطيل عليكم، يعني خلاصة بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. دائما شيخي الدكتور تامر شعيشة بارك الله فيه، مضيفنا من بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الرحاب الطاهرة. دائما أنا أحب أن أبدأ درسي في الجامعة أو درسي في أي مكان بالصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا اليوم وإن كانت الندوة تقوم على مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فأنا لابد أن أتكلم عن أيضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أهدانا هؤلاء العلام، وأهدى الأمة هذه المصابيح الربانية التي سعدت بوحي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته كما نرى بإذن الله تعالى، وصحبه الطيبين. نعم، الطيبون الأطهار من شرفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأثنى عليهم ثناء جميلا إلى يوم الدين، خلده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي افتتح به أخي الأستاذ محمد جمعة. ذلك أن هؤلاء أفضل جيل جاءوا في الأمة الإسلامية، لهم مكانتهم عند الله وعند رسوله وعندنا بإذن الله تعالى، لأنهم حملوا الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، وقفوا يعضدوا دعوته ويقفوا بجانبه، تركوا الغالي والنفيس، تلقوا كثيرا من العذابات والآلام والتشريد عن ديارهم وعن أهليهم وعن عشيرتهم، وأخرجوا من ديارهم. هؤلاء المصابيح هم أول من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى انتشرت الدعوة. هل علمتم من هؤلاء حتى هذه اللحظة؟ من هم؟ هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم الآية السابقة التي رأيناها في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون الذين جاءوا في مقدمة الركب الإيماني، جاءوا في مقدمة الهداية الربانية في دولة وفي أرض الشرك، الأولون الذين جاءوا في مقدمة الصفوف الربانية من المهاجرين والأنصار. المهاجرين، نعم، الذين هاجروا كما قلت لكم، تركوا الغالي والنفير، وتركوا العشيرة، وتركوا الأهل والزوج والولد، هروبا
بدين الله سبحانه وتعالى ومحبة في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الأنصار نعم كان لهم دور كبير أيضا، هم الذين ناصروا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هم الذين سعدوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على أطراف مكة باكيا يبكي، هذا الوطن الذي ولد فيه يخرج عنوة، وإن كان هذا بقدر الله سبحانه وتعالى لكي يؤسس الدولة الإسلامية التي سادت هذا الكون في المدينة المنورة في يثرب التي أنارها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانت المدينة المنورة كانت طيبة طيبة على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة والسلام. والذين اتبعوهم أنتم نحن جميعا، هل منا الآن من تنكر لصحابة رسول الله؟ كلا وحاجة، فهم الأنوار وهم الصحابة الأطهار وهم المصابيح، هم مصابيح الهدى، ولذلك اتبعوهم. كان لابد على الاتباع أن يكون الاتباع بالإحسان، والإحسان دائما يشتمل أنوار على أنوار كثيرة. إحسانك لأهلك، إحسانك لزوجك، إحسانك لصلة الرحم، إحسانك لجيرانك، إحسانك في عملك، إحسانك للضعيف، وهكذا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الخطاب وكأنه يؤسس ويوضح لنا كيف وصل هؤلاء الصحابة الأطهار إلى هذه المنزلة، أن يثني عليهم رب العزة في قرآنه سبحانه وتعالى. ولذلك هم من رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، يدخلونها بدون سابق حساب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى خالدين فيها، يعني لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا يمرضون فيها ولا يعانون فيها ولا يهانون فيها، كما لاقوا مثل هذه الإهانات كثيرا في سبيل نصرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى المدينة ويستقبله الأنصار، هو يبكي على مكة أسفا حينما تركها، لكن أهل المدينة في شوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نزورها جميعا مرة ثانية. هذه المدينة حينما تأتي على أبوابها من بعيد والله تستشعر أنفاس الحبيب المصطفى وصحبه. عشنا من المجاورين، أنعم الله علينا بعشر سنوات في الروضة، كنا نسير في الطرقات كل يعني والله كل لحظة وكل فينة وكل مكان أجد فيه رائحة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حتى إنك حينما تتعامل مع أهل المدينة وكأنك تتعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هم الذين اتبعوهم بإحسان، يقول لك يا مرحبا مرحبا بحبيب الحبيب، مرحبا بحبيبنا حبيب المصطفى، ويصر ويتشاجرون ويتخانقون ويتهافتون على من يقدم خدمة لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا لا أحب أن أطيل، لكن أن أتوقف هذه الآية الكريمة أيضا في خواتيم سورة الفتح. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته محمد رسول الله، نعم، والذين معه أشداء، نعم مش ضعفاء، أشداء على الكفار. الإسلام يريد منك أيها المسلم أن تكون قويا، قويا بالحجة، قويا بالعلم، قويا بالإيمان، قويا بالطاعة، قويا بمحبة الله، وليس بالسرعة كما رأينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يملك نفسه عند الغضب، المؤمن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ولذلك الأشداء على الكفار، الشديد هنا والشدة هنا تحتاج هذه الثنائية، رحماء بينهم. الله، أين هذا التواد وأين هذه المحبة بيننا؟ ها؟ أين ذهبت؟
والنبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. أين نحن من هذا الهدي النبوي الذي تربى عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أنا أوضح معلومة وقفت عندها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، نوضح من خلاله مكانة هؤلاء الصحابة. الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. الله، عليكم بسنتي. شوفوا الكرامة، انظروا إلى هذه الكرامة للصحابة. وسنة الخلفاء الراشدين. راشدين فقط؟ طيب، ما كان يكفي من هذا الحديث، وهو من أوتي جوامع الكلم، وهو سيد البلغاء، يعني المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا أقف عند هذا الجزء من الحديث لأختم به هذه الكلمة. عليكم، كلنا يمر على هذا الحديث دون أن يقف على الدال اللغوي. أيها الإخوة الأحباب، حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يتغلب على كفار قريش إلا بالبلاغة والفصاحة والبلاغة، فقد أرسله الله سبحانه وتعالى لقوم تحدوا أنفسهم بالبلاغة والفصاحة. وكلنا يعلم هذا الخبر الذي جاء عن الوليد بن المغيرة الذي زجت به قريش يحج به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، يقول لك روح شوف الشاعر ده، شوف الساحر ده، أبي يتكلم بكلام كده، ولم يستطع أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم بالمنشار، وعاد مطأطئ الرأس أمام ملاحدة الأمة في ذلك الوقت، الأمة الجاهلة التي كفرت بأنعم الله سبحانه وتعالى وناصبت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ناصبته العذاب. والله لقد صبئ الوليد، والله لقد سحره محمد. وأظن أنكم قد استمتعتم في الحلقة الأولى القرآن الكريم، وكان فيها علماءنا الدكتور عبد الله النجار والدكتور خالد صلاح. تشوف أنا بربط بهذا، يقول والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن عليه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو قرآن ربنا الذي شرح به صدور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزموا به، التزموا به وطبقوه في حياتهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر هذه الأفضلية أنهم حينما قرأوا القرآن واستمعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعاملوا بالوحيين الشريفين، القرآن الكريم والسنة النبوية. يقول عليكم بسنتي. الدال اللغوي هنا لهذا الحديث، عليكم، ممكن يكون على حرف جر ومجرور، مش عارف ايه ده. ده عليكم عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها ايه؟ الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. طيب الفعل الماضي وفعل الأمر، الفعل الأمر هنا بيقول عليكم، ده طعمه كده أمر، دي بنسميه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. زي عندنا الآن كنا ورا الشيخ الدكتور تاني، إنما قال آمين، إنما قال ولا الضالين، قلنا آمين. آمين دي اسم فعل أمر. وهل أنت تأمر الله سبحانه وتعالى؟ يختلف تماما. آمين بمعنى استجب، ولذلك شفت الفعل بمعنى استجب، فعل أمر مبني على استجب. ففعلا آمين دي أمر، أمر لمن؟ أمر لله سبحانه وتعالى. وهو في هذه الحالة جاء بمعنى بلاغي، هو الدعاء، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك. أما هنا عليكم اسم فعل أمر، عليكم بهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وربما يسمعنا أحد الحضور الآن واللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب طب ما انا عندي سيدنا عمر قال كذا، طب سيدنا عمر لا، ولذلك جاء بالظرفيه بعد. اذا لم تجد في القران الكريم ضالتك وحكمتك، واذا لم تجد في السنه النبويه ضالتك، فذهب الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لك عضوا عليها، جمله بيانيه، عضوا عليها بالنواجذ. شوف انت لما تمسك بنص كده النواجذ جمع نجم، اللي هي الدروس اللي هي الأخيرة، ويقال هي الأبيات، الناب كده لما تقول عضوا علي، هذه كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن نتمسك تمسكا وثيقا ونرتبط ارتباطا وثيقا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لا نضل. أيها الإخوة الأحباب، الحديث حول هؤلاء الأعلام يطول ويطول، لكن استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي كانت سر توهجهم. ولذلك شفت عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، واللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. عم النبي يسأل. الآن من الممكن أن يقول الأخ الدكتور الأستاذ محمد جمعة له ولد وأصبح عالما في الدين، أو علي المطاوع، أنا هتكلم عن نفسي، الشيخ علي، بقول ده أستاذ في الجامعة ويجي وكذا، لكن ولدي تفوق علي، ابني الشيخ دامي، هو ابني، لماذا لم أسأله في قضية دينية أنا غير بصير بها؟ السؤال، لماذا لم نسأل العلماء؟ اسألوا أهل الذكر، علماء الأمة هنا، هو يقول لك بكل أمانة قال الله وقال الرسول، هكذا تعلم الصحابة. قل يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. شوفوا بقى الخبرة بتاع سيدنا العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، فقال لي يا عباس، أصبح معلما خلاص، وكان يكلمه بعموم، خلي بالك السؤال خلاص، اما هنا قالوا يا عباس، يا عم رسول الله، يا سلام على الادب، ادبني ربي فاحسن التأديب صلى الله عليه وسلم. نعم، علمه شهيد القوة، قال له يا عباس، يا عم رسول الله. وهنا النداء لما يتكرر تنبيه، وتنبيه للأمة، ليس منا من يكون فوق التعليم، التعليم إنما العلم بالتعلم. إذا أردنا أن نتعلم جلسنا على يد العلماء وتعلمنا منهم، لا عيب في ذلك. وأنت كبير في سنك، أنا أتعلم من مشايخنا وأتعلم من أساتذتنا حتى هذه اللحظة. وذلك أقول له يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الله، ما أجملها. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وفي هذه المناسبة أقول لكم ولنفسي، لا تسألوا الله الرزق بل اسألوه البركة في الرزق، فرزقكم خلاص حدد قبل ذلك وكتب في اللوح المحفوظ، والقرآن نص على ذلك كثيرا. ولكن سل الله البركة في الرزق، صلوا الله العافية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ الأدب والنقد وعضو اللجنة العلمية الدائمة بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء، والذي يحمل عنوان مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، ويعقد بمسجد الإيمان بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة. الحضور الكرام، من نظر في سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم كمال حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعظم قدرهم وقدر زمانهم،
فزمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الأزمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء الصحب الكرام شهدوا التنزيل، وهم أول من خوطب به، وجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه صلى الله عليه وسلم وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ. هؤلاء الصحب الكرام هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وقطعوا حبائل الشرك، نقلوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كلها حتى تقوم الساعة. فاللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومواله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزاكم الله خيرا على حضور هذه الندوة حباً في صحابة سيدنا رسول الله، وجزى الله خيراً أستاذنا دكتور علي على هذه الكلمات المباركات في حب الصحابة رضي الله عنهم، وجزى الله خيراً من ضيفنا فضيلة الدكتور تامر إمام المسجد، فضيلة الدكتور عبد الله، وفضيلة الشيخ فتحي، ومولانا فضيلة الدكتور فهمي، جزاكم الله خيراً جميعاً. وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً، وأستاذنا دكتور علي أجاد وأفاد. أركز على كلمات قليلة علها تكون فيها النفع إن شاء الله. قال أحد الصالحين: إني أحب أبا حفص وشيعته، كذا أحب عتيقاً صاحب الغار، وقد رضيت علياً قدوةً علماً، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي وقدوتي، فهل علي بهذا القول من عالي؟ لا عار عليك بعد هذا القول أن تحب جميع أصحاب رسول الله، كل الصحابة سادتنا وقدوتنا، سيدنا أبو بكر وهو أفضل الصحابة، وهذا ما تربينا عليه في الأزهر الشريف، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفضل الصحابة سيدنا الصديق، يليه في الفضل سيدنا عمر، يليه سيدنا عثمان، يليه سيدنا علي، يليه بقية أصحاب رسول الله. بعض الذين يتطاولون على الصحب الكرام، وبعضهم يذهب إلى المدينة المنورة ويقول: أنا لا أدخل من باب عمر. فلما سمع أحد العلماء بهذا قال: رحمك الله يا أمير المؤمنين،
تفر منك الشياطين حيا وميتا. سيدنا عمر، عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، وهو من هو الذي أفنى الحياة محبا عاشقا لرسول الله. سيدنا الصديق الذي سئل ذات يوم: ماذا تحب من الدنيا يا أبا بكر؟ قال: نظري إلى رسول الله وجلوسي بين يدي رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله. الذي كان يمرض لمرض النبي ويشفى لشفاء النبي، مرض النبي مرة فعلم الصديق بمرضه فمرض لمرضه فشفى الله نبيه، فعلم بمرض الصديق فعاده في بيته، فلما رأى طلعته البهية شفي لنظره إلى رسول الله، لأن النظرة تشفي من الأسقام. إذا كانت أنثى السلحفاء تغذي وليدتها بالنظر، فما بالكم بنظر النبي إلى أصحابه. فشفي الصديق من نظر رسول الله وقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فعادني، فشفيت من نظري إليه. هذا هو الحب، هذا هو حب أصحاب رسول الله، أطهر القلوب بعد سيدنا رسول الله. إن الله نظر إلى أطهر قلوب الخلق بعد سيد الخلق فاختار الصحابة، ولعل هذا قاله لنا النبي في صحيح البخاري فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي مرداس الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. الإمام ابن حجر في فتح الباري يعرج على هذا الحديث ويقول: ثم يبقى حفالة، قال: حفالة بمعنى حثالة، الرديء من الشعير أو التمر. كل زمن الصالحون يقلون فيه عن الزمن السابق، فما بالكم بزمن كان فيه الصديق والفاروق وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير، العشرة، العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة، الواحد فيهم بأمة رضي الله عنهم وأرضاه. وإليكم هذا الحديث الذي ورد في الإيثار ويعرفنا كيف كان أدب الصحابة مع أمهات المؤمنين، لأن الناس يخلطوا، بعض الناس يغالون في حب أهل البيت كالشيعة، وبعض الناس يغالون في حب الصحابة على حب أهل البيت. لا، نحن نريد أن نبين لجميع الناس أننا نحب الصحابة ونحب أهل البيت ونحب زوجات النبي أمهات المؤمنين، ونتقرب إلى الله بحبهم جميعا. لله أزواجه اللائي شرفن به، ونلن ما لم تنل الأنثى من العظم، وقد منعن نكاح الغير تكرمة لقدرهن وقدر السيد الفخم. أم المؤمنين ستنا عائشة، الحصان الرزان، الصديقة بنت الصديق. سئل القاضي عياض: يا إمام، ما حكم من سب أبا بكر؟ قال: يجلد. قال: ومن سب عائشة؟ قال: يقتل. لأن الله برأها من فوق سبع سماوات مبرأة، وهذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرت الفاروق الوفاة، وأختم بهذه القصة، أرسل سيدنا عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة وقال: يا عبد الله، قل لها: إن أبي يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبه. حجر النبوية الشريفة، حجرة أم المؤمنين ستنا عائشة، دفن فيها سيدنا رسول الله وبجواره سيدنا الصديق، زوجها وأبوها.
فقال سيدنا عمر لولده: يا عبد الله استأذن منها، فإن أذنت لك أخبرني، وبعد موتي استأذن مرة أخرى. فذهب سيدنا عبد الله بن عمر فقال: يا أم المؤمنين، إن أبي يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي. فقالت: يا عبد الله، كنت أود أن أدفن بجوار زوجي وأبي، إلا أني أوثر عمر على نفسي. فجاء سيدنا عبد الله بن عمر إلى أبي: يا أبتي، أذنت لك أم المؤمنين عائشة. قال: إذا أنا قضيت يا عبد الله بعد موتي، اذهب إليها واستأذن منها مرة أخرى، علها استحيت مني وأنا أمير المؤمنين. فبعد انتقال سيدنا عمر ذهب سيدنا عبد الله بن عمر فاستأذن من أم المؤمنين عائشة، فقالت: أذنت له يا عبد الله، فيدفن الصديق، يدفن الفاروق بجوار الصديق وبجوار سيدنا رسول الله. شوف بقى الأدب بتاع أم المؤمنين عائشة، تقول: وكنت أتخفف من ثيابي قبل دفن عمر، فلما دفن عمر شددت ثيابي عليه. لم تتخفف من الثياب حياء من عمر حتى بعد موته ودفنه. هذا ما نريد أن نوجه أولادنا وبناتنا إليه، أن نربيهم على حب أصحاب رسول الله، أننا نتعبد إلى الله بحب أصحاب رسول الله، أننا نتقرب إلى الله بحب أهل بيت رسول الله. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له. رضي الله عن أصحاب رسول الله، وعلمنا من علومهم ونفعنا بهم وحشرنا معهم، وإن لم نعمل بعملهم اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خير الجزاء. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، على هذه الكلمة الطيبة والتي أتت في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يحمل عنوان مكانة الصحابة رضوان الله عليهم. وبهذه الكلمات الطيبة نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء، والذي نقلناه لكم من مسجد الإيمان بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة. في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ الأدب والنقد وعضو اللجنة العلمية الدائمة بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.